لا 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 لا. أوه، الأزهار هي أسنفر الأشياء. سنفورة سنفورة. مرحبا منسجم. أنا سعيد لأنني وجدتك. أردت أن تكوني أول من يسمع هذا اللحن. هذه آخر مؤلفاتي، صنعت سنفورة، كتبتها خصيصاً لك أنت. أوه منسجم، ما كان عليك فعل ذلك. إذن هل أعجبتك؟ في الواقع أريد رأيك بصراحة الآن. في الواقع أنا هيا قولي، ما رأيك فيها؟ حسناً، صراحة تحتاج إلى القليل من العمل. أوه طيب، لابد من أن الموسيقى عالية كثيراً في المقطع الثالث. أوه مسكين منسجم، لم أشأ أن أحزنه، لكن لا يمكنني أن أكذب عليه. أوه يا للقدر البائس، كيف يمكن لمشعوذ مثلي أن يتناول هذه الجذور المقرفة؟ يقع اللوم عليهم، لو أمسكت ببعضهم لتناولت طعاماً فاخراً. لا 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 لا. اصمت علول، أظن أنني أسمع صوت أحد أولئك السنافر. لا 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 لا. أوه كم أن هذه الزهور جميلة. مسكين منسجم، لابد من أنه يشعر بحزن كبير. ربما كان علي إخباره بأن موسيقاه جميلة. لا لا يمكنني إخبار كذبة كهذه. يبدو أنك قطفت الزهور الخاطئة سنفورة. وأين هم رفاقك الزرق الصغار؟ لن أخبرك أبداً. هذا ما تقولينه أنت، لكن قبل أن أنتهي منك ستخبرينني. شرشبيل، أنت سيء وشرير ورهيب. هذا ما كانت تقوله أمي. والآن أين هذه التعويذة؟ لنرى، داء لكل الأمراض، تعاويذ للحب، ورقية للكر، وصفة للكذب. كما أن هذا سخيف، من يحتاج إلى هذه الوصفة؟ هذا ما كنت أبحث عنه، جرعة لقول الحقيقة، تناوليها حتى تخبريني عن مكان قرية السنافر. أبداً. سنرى سنرى. أولاً أحتاج إلى هاون ومدقة. أوه، ماذا سأفعل؟ الهول، ابتعد عنها حالاً. أيها الهر الغبي. والآن أين كنت؟ أوه صحيح صحيح، خمسة ألسنة أفاع بيضة فاسدة، وشعر من شارب ضربان، ومسحوق معدن. أوه أنا متحمس جداً، قريباً سأحصل على كل السنافر. فوه. والآن ستخبرينني بالحقيقة. لن أخبرك أبداً. أوه، أشعر بحالة غريبة. والآن سنفورة، أين تقع القرية؟ سأحول أصدقائك الصغار إلى ذهب. في الواقع، إذا أردت ذهباً بالفعل، عليك أن تقصد شجرة البلوط الكبيرة في الغابة. شجرة البلوط؟ لكن لماذا؟ لأن كنز السنافر السري مخبأ هناك. كنز السنافر السري؟ أوه حقاً، في جوف أعلى الشجرة سوف تجد ذهباً لم تحلم به يوماً. حقاً؟ هل قلت في أعلى الشجرة؟ أوه أجل. هيا هلهل لنجد سلماً. أوه لا أستطيع الانتظار حتى أضع يدي على الذهب الرائع. يجب أن نستبدل هذه الخشبة مفكر. سأهتم بالأمر بنفسي بابا سنفور. أوه بابا سنفور. مرحبا سنفورة، أين كنت؟ كنت قرب النهر ألعب مع الحشرات. حقا؟ كنت هناك منذ قليل ولم أرك. إذن كنت قرب الطاحونة ألعب مع الفراشات. حسنا، لقد انتهيت من استخدام المطرقة، هل تعيدينها رجاء إلى شاطر؟ مرحبا شاطر، ماذا تفعل؟ أعمل على آلتي الجديدة والمتطورة لغسل ملابس الطفل سنفور. أوه كم هي مسنفرة. بالمناسبة إليك مطرقتك. شكرا لك، سأضعها في المشغل. رجاء لا تدعي أحدا يلمس آلتي خلال غيابي، لأنني لم أجري بعض التعديلات اللازمة. لن أدع أحدا يلمسها. صباح الخير سنفورة. صباح الخير مزارع. ما هذه الآلة الغريبة؟ إنها آلة شاطر الجديدة لسنفرة الحبوب في الأرض، ويريد منك أن تدعي
تجربها حالاً. لزراعة الحبوب، ها؟ فكرة رائعة. أوبس! المجدة! 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 أوه لا! آلتي الجديدة! هذا الاختراع بذاته بحاجة إلى عمل أكثر يا شاطر! أعلم، ولم يكن يفترض لأحد أن يلمسه. سنفورة أخبرتني بأنك تريد مني أن أجربه. هذا مستحيل! هل تنعتني بالكذب؟ سنفورة، أنت لم تقولي له هذا، صحيح؟ أنا؟ أو بالطبع لا! ماذا؟ أسمعت، لا تحاول إلقاء اللوم على سنفورة. لكنها تكذب. اسحب ما قلته خالاً. إنها حقيقة. حقاً؟ أجل. يا لك من كاذب. أوه، خذ هذا. خذ. شاطر، مزارع، توقف عن العراق فوراً. لكنه دمر اختراعي. هذه غلطة سنفورة، لقد كذبت علي بابا سنفور. ماذا؟ سنفورة تكذب؟ هل هذا الأمر ممكن؟ من الأفضل أن أتحدث إليها. حسناً، أعدت كتابة هذه السوناتة وأنا واثق من أنك ستحبينها. وواحد واثنان و... إذن ما رأيك فيها الآن؟ أوه، هذه أجمل موسيقى سمعتها في حياتي. حقاً، علي عزفها إذن للآخرين. أوه. عذراً يا سنفورة، هناك سؤال مهم أود أن أطرحه عليك. كم إصبعاً ترين في يدي الآن؟ ثلاثة. فهمت، وماذا تدعين هذه؟ طاولة. وهذه؟ عربة يدوية طبعاً. هذا غريب. سؤال أخير سنفورة، هل رأيت شرشبيل هذا اليوم؟ لا أبداً بابا سنفور. يجب أن أرى شيئاً في أحد كتبي، ابقي هنا حتى أعود. بالطبع سأفعل بابا سنفور. قد تكون إحدى التعاويذ تمنع سنفورة من قول الحقيقة. لنرى الآن، داء لكل الأمراض، تعاويذ للحب. ها قد وجدتها، وصفة للكذب، وها هي وصفة العلاج، علي تحضيرها في الحال. فكر في الأمر هلول، ذهب كما لم أحلم به من قبل. الكنز قريب، أستطيع لمسه بيدي. رأيته هلول، الذهب، وهو لي، كله لي. مهلا، هذا ليس ذهبا، هذا مجرد عسل. سنفورة كذبت علي. سنفورة؟ مرحبا سنفورة. يا للهول، لقد رحلت، علي أن أجدها في الحال. لا 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 لا. سنفورة. 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 لا 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 لا. سنفورة، سنفورة انتظري، لما لم تجيبين عندما ناديناك؟ لأنني لم أسمعكم. صحيح، كان يجب أن أعرف. أوه، تلك السنفورة البائسة، عندما أقبض عليها سأدق عنقها الصغير. سنافر. شرشبيل. أهم يهربون، الحق بهم. كاد أن يقبض علينا. يده ملعون، لا يمكن أن يبتعدوا. وجدتهم؟ لم أعد أسمع شيئاً. آمل أن يكون بابا سنفور بخير. من الأفضل أن نلقي نظرة. هيا يا سنفورة. هل رحلا؟ أجل، لقد رحلا كلاهما. أوه، يا للراحة. قبضت عليكم، انظر هلول، قبضت على ستة، وهذا ما كنت أفكر فيه. سأقلي بعضاً، أخلل بعضاً، وأشوي بعضاً، أحمر. يا للهول، هذا رهيب، ليت لدي الوقت الكافي لأعطي الترياق إلى سنفورة. آمل ألا أصل متأخراً. آمركم بأن تخبروني عن مكان كنز السنافر السري. قلت كنز السنافر؟ وما هو هذا؟ لا تدعي البراءة معي، سنفورة أخبرتني بكل شيء. يا لهذه السنفورة، إنها تخبر الأكاذيب. مستحيل، هذا الصباح أعطيتها جرعة لقول الحقيقة. هذه ليست وصفة قول الحقيقة، بل وصفة الأكاذيب. ونحن لن نكذب عليك. بفضل خطائك الفادح، لن تجلب أكاذيب سنفورة إلا المتاعب إلى قرية السنافر. حقاً؟ سنفورة تكذب؟ كم هذا مبهج ومسلٍ. أوه، جيد أن بابا سنفورة على جني. أوه، هل فعل حقاً؟ حسناً، نستطيع إصلاح الأمر، فأنا لدي الكثير من جرعة الأكاذيب. شو
مؤسف أني لا أستطيع الاستغناء عنك، ولكن كما تعرفين أحتاج إلى 6 لصنع الذهب. شرشبيل، هناك دب كبير خلفك. حقا سنفورة؟ يا لهذه الكذبة الخلاقة المضحكة، يسعدني أن تعويذتي نجحت. ابتعد هلول. لا داعي لتغضب هكذا يا هل 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 هل. سنفورة، لقد قلت الحقيقة. تصرفت بحرية وغيرت وصفة شرشبيل، هكذا شفيت سنفورة. شكرا لك بابا سنفور. كنت هنا طوال الوقت، صحيح بابا سنفور؟ هذا مسنفر جدا. بابا سنفور، أعتذر عن كل المتاعب التي تسببت بها. لا تقلقي سنفورة، آمل أن تكونوا قد تعلمتم جميعا أن الكذب لا يجلب سوى المتاعب. يعني هذا أنك لم تحبي حقا السوناتا؟ في الواقع أنا واثق من أن سنفورة تحب موسيقاك تماما بقدر ما أحبها أنا منسجم. حقا؟ نسي بابا سنفور إخبارنا بأن الحقيقة قد تجرح.